دكتور شاذلي، الاسماعيلي بما اننا ذكرنا على مستوى الاستثمار او على مستوى البنيه التحتيه او البنيه الرياضيه، ما هو الموقف الحالي بخصوص اللجنه المنتظر تعيينها لاداره الاسماعيلي بعد استقاله مجلس الاداره؟ ان شاء الله يعني اتكلم من خلال برنامج حضرتك عن حاجات يمكن ما قلناش لسه. احنا زي ما حصل الازمه، النادي الاسماعيلي بيمر بازمه بالفعل، سواء بقى ازمه ماليه او اداريه او فنيه او كذا. تدخلت الدوله وقعد حصل اجتماعات ما بين الوزير وبين الناس المسؤولين، تم قبول الاستقاله، تم تشكيل لجنه فنيه واداريه وقانونيه موجوده من يوم الثلاث اللي فات في النادي الاسماعيلي. الحمد لله بيسير العمل بشكل جيد جدا وبشكل متسارع جدا، لان احنا خلي بالك احنا مدركين جدا، والوزير لما قعد مع اللجنه الفنيه والاداريه والقانونيه وجههم بامر واحد بس. قال لهم النادي الاسماعيلي هو نادي جماهيري، نادي مصري، نادي كبير، نادي عريق. انا مش عايز تباطؤ في اي اجراء، مش عايز اي حاجه تعطل مسيره النادي الاسماعيلي اللي هو بيعيش ازمه دلوقتي. ايوه، في غضون نهاية الأسبوع اللي المقبل اللي هو ده هيبدأ بكرة ده إن شاء الله، اللي بدأ النهاردة اللي هيبدأ اللي بكرة بدأ من يوم الأحد يعني. تمام، مع نهاية الأسبوع تنتهي اللجنة تماما، بناء على تشديد كامل من وزير الشباب والرياضة إن لازم بنهاية الأسبوع تنتهي اللجنة من عملها. اللجنة بتعمل إيه دلوقتي؟ بتفحص كل الأوراق المالية والإدارية، بتعمل عملية تسليم وتسلم كاملة للنادي. تمام، من المجلس السابق إن شاء الله إلى الفترة اللي جاية اللي هتشهد تطبيق للائحة، اللي هو بتشكيل لجنة تدير النادي، لجنه من المدير التنفيذي ومدير النشاط وكذا. كل هذه الامور هي موجوده في لائحه النادي، لائحه النظام الاساسي للنادي. طب لكن يعني هي المرحله الحاليه هي مرحله التسليم والتسلم، لمرحله مهمه جدا. هل تزامنا مع ده بيتم تشكيل اعضاء اللجنه اللي هيكونوا عندهم القدره، لان احنا في موسم انتقالات شتوي وفي مباريات شغاله بالفعل، فهل مظبوط ده بيحصل في تزامنا مع ده، ولا ده يخلص ثم ده يبدا؟ لا، هو ده بالفعل حصل. مش حصل ان تشكيل، لا حصل احنا مدركين من البدايه ان في لجنه النظام الاساسي الخاصه بالنادي، هي بتقول ان المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط هم المعنيين باداره شؤون النادي الى حين الانتخابات. لكن في النهايه انت عندك النادي الاسماعيلي، مش احنا مدركين حجم هذا النادي العريق الجماهيري، الجماهيريه الكبيره اللي بيمثلها النادي الاسماعيلي والاضافه اللي بيعملها للكره المصريه، وبالتالي انت كل الامور محل اعتبار. تمام، سواء ان انت بتطبق النظام الاساسي الخاص بالنادي وما ينطوي عليه من انك بتعمل اللجنه الثلاثيه اللي بتدير النادي، او ان لو في حاجه جدت مثلا انك محتاج ان النادي يقف على حيله بسبب ان بفضل انك تحط شيء معين او تضيف شيء معين لهذا الامر، ده هيتعمل. تمام، دعم كامل كامل بشكل مطلق للنادي الاسماعيلي. احنا على فكره الدعم يعني الكامل اللي بتاكد عليه انه كامل ده، هل من ضمنه الدعم المادي؟ يعني خلينا اقول لحضرتك حاجه صراحه يمكن الناس مش واخده بالها. هذا النادي الاسماعيلي العريق اللي احنا كلنا يعني من برازيل مصر، يعني هذا النادي الكبير جدا، احنا عشنا كل السنين دي يا استاذ هاني النادي الاسماعيلي ما عندوش مقر. هل تتخيل ده، ان هذا النادي الاسماعيلي العملاق ما عندوش مقر؟ لكن في مقر دلوقتي موجود للنادي الاسماعيلي، بنخلص كل اجراءاته الاداريه. انتهى بالفعل انشاءاته بقاله يعني دلوقتي كذا سنه، لكن الحمد لله هيتم تسليمه للنادي الاسماعيلي. فانت في ثلاث مسارات ماشي عليهم دلوقتي. تمام، ممتاز ممتاز، وضحت المسارات. وانا بشكرك جدا دكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه. سريعا